بص اقول لحضرتك على حاجه. ده كان حال الشباب في السبعينات بعد هزيمه 67. في الحاله دي في الحاله دي ان زي ما بيتقال دلوقتي ان الكبار مش قادرين يسمعوا الصغيرين الشباب ولا يسمعوا احلامهم ولا هم شايفين المستقبل ازاي. يعني كنت ممكن تلاقي شباب زي دول بالظبط انا شفتهم في الفتره دي. تلاقي الولاد ايه في الفتره ديت في ثانوي او في الجامعه في الصيف اول مره نشوف عدد كبير جدا من الشباب مسافر فرنسا يشتغل في غيطان العنب. يجمع عنب. منهم اخويا والسنه اللي بعدها يسافر اليونان. او يسافر بيروت يجيب له شنطتين هدوم من بيروت ويجي يبيعهم في شارع الشواربي. زي ما في المسرحيه عادل امام كان بيعمل. ده كان موجود. كان واقع يعني. كان واقع. يعني هنا 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 المسرحيه هي اللي كانت متاثره بالواقع مش العكس، انه المسرحيه هي اللي اثرت على الشباب والناس. لا كنتوا بتقدموا نماذج. وبعدين هي مشكله المسرحيه ايه؟ او ازمه الشباب دول ايه؟ ان نفسهم يحققوا احلامهم. يعني لو مسكت شخصيتي انا، انا كل حلمي ان انا عايز ادخل الكونسرفاتوار، عايز ادرس مزيكا. ما حدش يعني قادر يستوعب ده، ما حدش تجاوب مع ان حتى احمد زكي انه نفسه يطلع شاعر. شاعر. يونس شلبي رسام. عادل امام مش عايز يشتغل يروح كليه التجاره عشان يمسك صيدليات ابوه. هو نفسه يشتغل بحار في البحر. فده احلامهم. لما المدرسه تفهمت احلامهم دي وبدات تسمع لهم، بدات تسمع لهم، حبوها جدا. لدرجه هي لما جالها قرار النقل من المدرسه ودعوها وهم بيبكوا. انت بتقدم صوره تانية مختلفه عن العمل يعني. لا، لان الصوره الراسخه عندي ناس كتير، عند اللي بيعودوا يترددوا دايما يقعدوا يقول لك ايه، انه ما هو المدارس المشاغبين هي اللي بوظت الطلبه لحد دلوقتي. انت بتقدم صوره تانية مختلفه. لا لا، مختلفه خالص. او احنا كنا بنعملها واحنا جوانا ده. ان احنا عايزين نوصل. كان كتبها الاستاذ علي سالم الله يرحمه. طبعا الله يرحمه. وبعدين على فكره ده من بدايه عرضنا ليها من في اسكندريه. من اول تاني اسبوع يعني كنت واخد شقه في دور ارضي او الدور اول واطي يعني. ليها بلكونه كبيره. بعد اسبوعين ثلاثه كان في البلكونه ديت نوم الصبح انا كنت قاعد فيها انا واحمد زكي الله يرحمه ويونس شلبي. احيانا ترمينا جوابات يشتموا فينا يعني من اولها يعني. من اولها. من اولها. وانا كنت حاسس بمين بس ما كنتش مدرك اياميها. كنت عارف بس ايه ما يعني. ده عد في الكاست يعني ولا ايه؟ لا لا، كان ظاهره، بدايه ظهور ظاهره في المجتمع المصري. ده يعني. ده الجوابات اللي كانت بترمي لكم في البلكونه دي، ده الفيسبوك بتاع الوقت. ده الفيسبوك بتاع الوقت. يعني الفيسبوك بتاع الوقت. طيب اللي كان الاستاذ مدبولي كان هو بيعمل دور الناظر قبل الاستاذ حسن مصطفى الله يرحمه. وفي خلاف شهير، هل استاذ مدبولي كان غيران من نجاحكم كشباب؟ لا مش غيران، انما هو لما المساله بعد الصيف على طول. انت عارف المسرحيات دي من النوع ده من المسرحيات بيبقى بيعتمد في جزء مهم منه على موهبه الممثل في اضافه اشياء جميله ولطيفه في الدور وتضحك. دي شغله الكوميديان الواعي يعني، او اللي عنده حرفيه كبيره. فلا ان مساحتنا بتزيد والتفاعل معاكو اكتر. زائد ان هو مثلا كان بيقعد ربع ساعه تلت ساعه وبعدين تيجي دخلته. فلا المساله داخله على ساعه. الله، وده مدبولي برضه. وده مدبولي. وبعدين حصلت مشاده كده بس اياميها سعيد صالح رد عليه رد مقنع جدا. قال له فيه يا استاذ، في ما انت اللي معلمنا نعمل كده، مش انت اللي مش احنا تربيتك، مش انت اللي معلمنا. فالمهم هو جاله عرض تاني على مسرح الريحاني فاعتذر عن انه يكمل. لكن في واقعه حضرتك ممكن تصححها لي لانها برضو متداوله، انه الاستاذ مدبولي
جاب بويا ومسح اسم عادل امام وسعيد صالح واسمكم ما حصلتش. لا 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 لا, لا 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 ما دي بقى من ضمن الحاجات اللي ما انا بقول يعني احيانا في حكايات بتبقى محتاجين او حضرتك شاهد عليها. لا الاستاذ مدبولي ما يعملش كده لا خالص.